مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. زي ما احنا معودين دايما النهارده معانا فقرات مختلفه ومتنوعه ومهمه جدا، بس طبعا قبل ما نتكلم في تفاصيل فقراتنا اسلم على نوره. ازيك يا نوره؟ عامله ايه؟ الاخبار كله حلو؟ تمام الحمد لله. النهارده ان شاء الله يكون معانا فقرات مختلفه كده زي ما نوران قالت. نبدا نقول لكم ايه هي من الاخر للاول. بعد اول ساعه من انبوكس هيكون معادنا مع فقره عيش صح، وبعدها انبوكس احلامك اوامر مع مفسره الاحلام صوفيا زاده. كل اللي عايز يفسر اي حلم استنونا في الفقره الاخيره خالص. حلو جدا. اما بقى في الفقره او الساعه الاولى من انبوكس الفقره الاخيره هينورنا ضيوف شباب يعني تبع وزاره الشباب والرياضه، بيعملوا زي نموذج محاكاه لمجلس النواب. ويمكن في الفتره اللي فاتت او الفتره الاخيره كان في منتديات الشباب، شباب سواء شباب العالم او منتدى الشباب اللي بيعقد كل شهر او كل فتره برعايه طبعا وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيحصل محاكاة لسواء الوزارات واجتماعات الوزارات اللي بتحصل أو مجلس النواب، وده بيساعد الشباب وبيأهلهم إن هم يقدروا يتقلدوا مناصب إدارية ومناصب مهمة جدا في المستقبل. عشان كده احنا هينورنا آية عبد الله ويوسف السادات، وهم عملوا نموذج مصغر لمجلس النواب وده تابع لوزارة الشباب والرياضة. هنتكلم عن تفاصيل النموذج ده وإيه هم أو إيه اللي بيستفيدوه من خلال المحاكاة دي. حلو جدا. أما في الفقرة اللي جاية فهنتكلم بقى عن أغرب عادات وتقاليد العائلة الملكة البريطانية، ويمكن من أشهر الحاجات اللي هنتكلم عنها إنه موضوع ممنوع ارتداء الجينز أو البطاطس. يعني موضوع غريب شوية بس هنقول لكم تفاصيله في الفقرة اللي جاية. كمان هنستقبل تليفوناتكم بقى لو عايزين تشاركونا في الموضوع وتقولوا لنا كمان لو بتحبوا أي فرد من أفراد العائلة الملكة برغم كل القواعد والقيود اللي ممكن تكون بتحكمهم شوية. حلو جدا. أما دلوقتي فإحنا هنتكلم عن موضوع ليه علاقة بالمرأة، ويمكن في فترة الكورونا كان في إنجازات كتيرة جدا سواء من الشباب الولاد أو البنات، وكمان السيدات كان ليهم دور كبير جدا في مبادرات اجتماعية ليها علاقة بمختلف نواحي الحياة. منها بقى كان او هيبقى معانا كمان شويه على التليفون الاذاعيه هاجر جميل، عملت حاجه اسمها سلسله وثائقيه اسمها بطله الحكايه. بطله الحكايه دي عباره عن ان هي بتجيب في السلسله الوثائقيه بتاعتها حكايات من السيدات والبنات اللي انجزوا خلال فتره الكورونا، وقصص النجاح وقصص الفشل وقصص الاحباط والياس والامل والتحدي. قصص كتيرة جدا هي بتحكيها من خلال السلسلة الوثائقية عبر الإذاعة، وكمان المختلف فيها إنه هي ليها علاقة يا نورة بفكرة الإذاعة القديمة، بترجعنا بأيام زمان بس. الصوت بس، لكن ما فيش سوشيال ميديا، ما فيش إلكترونيكس، ما فيش الحاجات اللي احنا تعودنا عليها دلوقتي. مظبوط. ويمكن من أكتر الحاجات أصلا يعني أكتر الناس اللي عانت وقت كورونا وقت الحظر كانت السيدات. فجأة الدنيا بتتشقلب، بتشتغل من البيت، عندها مهمات تانية تتعلق بالأولاد، بقوا قاعدين معاها أغلب الوقت، غير طبعا الواجبات المنزلية المفروض يعني بتبقى عليها. فمن خلال السلسلة الإذاعية دي هاجر جميل يعني بتحكي قصص كده عن السيدات اللي نحتوا في الصخر زي ما بيقول من خلال الحلقات اللي هي بتعملها. يمكن السلسلة دي مكونة من 5 حلقات وكل حلقة مدتها 10 دقايق بالظبط. يمكن كمان الموضوع ده تم بدعم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد النساء في الأخبار. طيب احنا عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا هاجر جميل على التليفون. يا هاجر ازيك؟ هاجر؟ أيوه. ازيك عاملة ايه؟ منورانا. انتوا بنوركم اكيد. مساء الفل عليكم. مساء الجمال. في الاول احنا بنتكلم عن السلسله الوثائقيه بطله الحكايه، فكره اذاعيه حلوه جدا يمكن كنا متعودين عليها زمان، لكن مع مرور الوقت وتطور العصر فكره الاذاعه ما بقيناش معتمدين عليها في انها تحكي قصص نجاح لسيدات كتير او للناس عموما. الفكره في البدايه جات لك ازاي ان انت تعملي سلسله وثائقيه توثقي فيها قصص لسيدات خلال فتره الكورونا؟ طيب هو أنا كان نهاية السنة اللي فاتت قررت إن أنا آخد دبلومة ليها علاقة بال يعني إدارة المؤسسات الإعلامية أو الميديا مانجمنت. فكان في نهاية الدبلومة دي المفروض إنه في يا جماعة اللي حابب إنه يدخل في إطار زي مسابقة كده ليها علاقة بإنه ينفذ مشروع. المشروع ده بقى ما كانش متحدد هو صوتي هو مكتوب هو انت ويعني كل واحد بقى وإيه وحرية تفكيره يعني عن الآثار الاجتماعية لجائحة كورونا. فقعدت أفكر كده طيب ماشي، ما هو كل الناس هتبقى بتتكلم في الحاجات اللي هي
السلبية، او احنا شايفين الدنيا من يعني من ايه زي ما بنقول عنق الزجاجة قوي كده. فقلت طب ما احنا ندور اكيد، يعني لو انا قعدت دورت ولقيت نماذج لناس قدرت انها تتحدى الازمة دي وتخلق ليها فرصة في حياتها وفي شغلها وفي مجالاتها هلاقي ناس. انا ابتديت اصلا في دايرة معارفي ان انا اسأل، بس مجرد سؤال في الاول، ده كان مرحلة ان انا بسأل، ومش قادرة اقول لكم كم من النماذج اللي انا كنت محتارة وما بين ان انا اختار ما بينهم كانت مهولة، يعني كم قصص نجاح مش طبيعية، يعني دي عايزة حلقات وحلقات. طيب هاجر احكي لنا ايه ابرز القصص اللي اتحكت او اللي انت سجلتيها؟ بصي، هو انا يعني قررت المشروع يبقى 5 حلقات عشان يبقى مركز اكتر. فهو كان مبني على فكرة انه الخمس شخصيات دول اعمار مختلفة ومن محافظات مختلفة. حلو جدا. عشان نبقى يعني مثلنا الجمهورية تقريبا كلها. كان من اهم المشاريع دي كان في مشروع لأستاذ سحر الألفي. المشروع ده هي كانت بتشتغل على تدريب وتعليم السم والبكم، حاجات حرف يدوية يبقوا بيشتغلوها. أيوة. وفي نفس الوقت عشان يمنع التنمر من بعض الناس في المجتمع، مش اقول كل المجتمع، يبقوا بيكسبوا من ايديهم حاجة، وفي نفس الوقت المنتجات بتاعتهم دي بقت بتتعرض في معارض دولية عن طريق بقى طبعا الشغل الاونلاين اللي احنا بقينا كل حياتنا بيه. بالظبط. فالمنتجات دي كلها بقت بتروح وتتصدر او تتباع اونلاين. في برضو كان مشروع حلو قوي، كان مشروع علا بشير. علا بشير هي مصممة عرايس. قررت انها هتعمل لعبة في الوقت، طبعا السنة اللي فاتت كان يمكن وقت اوعاد الاسر في البيت اكتر كمان من دلوقتي. فقررت انها تعمل لعبة. اللعبة دي تنفع للاطفال من سن 7 سنين لسن 70 سنة، وهي كاتبة كده يقدر كل العيلة يشتركوا فيها ويبقوا بينموا فيها قدراتهم من خلال ان هم فيها بقى حاجات كتير زي الحاجات اللي هي بتبقى فيها اسئلة واجابات وبعدين توصلك لمجال حاجة تانية وهكذا. فهي عملت صممت لعبة متكاملة لده، وبقت برضو بتتباع اونلاين وبتتصدر كمان. حلو قوي. طيب هاجر، يمكن خلال تنفيذ اي مشروع اكيد بيبقى فيه شوية صعوبات قدام الواحد وهو بيعملها، ايه ابرز الصعوبات اللي واجهتك وانت بتنفذي مشروع او بتدوري على قصص نجاح لسيدات او بنات زي اللي انت بتتكلمي عنهم؟ طبعا احنا يعني لسه في ظل العالم كله لسه في ظل ازمة زي ازمة كورونا، فطبعا كان العائق الوحيد انه يعني مثلا لو عايزين نسجل حاجة مزيكا في استوديو في الكلام ده كله كان بيبقى الموضوع فيه شوية يعني خوف على يعني على طبعا الفريق العمل اللي بيشتغل، على الناس اللي موجودة، على الشخصيات نفسها، لأنه كان كمان كل شخصية مثلا عندها مشروع أو عندها حاجة بتجيب نماذج من الحاجة بتاعتها وبنتفق على مكان هنصور أو هنسجل فيه الموضوع. فطبعا كان كل واحد عنده التخوف بتاع كورونا، وطبعا ده يعني لينا كلنا الحق إن احنا نبقى خايفين يعني. أكيد. فده كان يمكن اكتر تحدي بالنسبة لنا. واسمحوا لي ان من خلال البرنامج لازم احيي طبعا صوت المقدمة والنهاية في المشروع الاعلامية الكبيرة استاذة سناء منصور اللي شرفتني يعني انها تكون الصوت الخاص بالمقدمة للمشروع والنهاية لكل الناس اللي هتحب انها تسمع القصة. أكيد. كل التحية ليها. طيب هاجر قولي لي برضو، المشروع اخذ منك وقت قد ايه في التنفيذ وفي الاعداد نفسه بتاع الفكرة او السلسلة؟ بصي يعني هو كان كله على بعضه تقريبا 1 شهر و10 أيام. ما بين هي الفكره بس كانت في ترتيب المواعيد ما بين شغلي لان انا بشتغل في الراديو، وما بين ان انا اقدر ان انا اروح لكل شخصيه عشان انا عايز اعيش معاها يوم. يعني ما كنت بعيش معاها يوم اروح العالم بتاعها. يعني الموضوع مش بس ال5 دقايق ولكن في كواليس يوم كامل. بالظبط بالظبط. لانه انا في الاول وفي الاخر انا عشان انقل القصه للناس لازم اكون عايشه في تفاصيلها، فقادره ان انا اشوفها. واخترت انها تكون يعني قصص صوتيه علشان بعد كده اما الناس تسمعها تقدر بقى تدخل على الصفحات اللي بتبقى متوفره الخاصه بالشخصيات دي ومنها تعرف دول مين او بيعملوا ايه. طيب هاجر، هل بتفكري تعملي يعني جزء تاني للسلسله الوثائقيه دي لقصص نجاح سواء سيدات او شباب خلال فترة الكورونا؟ قصص تحدي كتير، قصص امل،
هل في مشاريع تانية بالنسبة لك هتعمليها الفترة اللي جاية ليها علاقة بالسلسلة الوثائقية دي؟ يعني بفكر ان ممكن يكون في جزء تاني، ممكن بقى يبقى مش بس سيدات، يبقى سيدات ويعني ذكور وإناث يعني. بس لسه يعني لسه الموضوع في إطار إنه فكرة لسه ما يعني ما نفذتش، لأنه برضو الشغل بتاع المشروع اللي فات كان واخد مني وقت مع كمان شغلي أصلا في مجال الإعلام يعني. طب في مشاريع برضو تانية شغالة عليها بعيدا عن الفكرة دي؟ لا حاليا لا، حاليا لسه. يعني قلت اخد هدنة بس كده، ف لانه كمان انا برنامجي يعني في الراديو كل يوم، فمحتاجة ان انا يعني اللي هو اركز شوية بس فيه. صح. وبعدين يعني ان شاء الله كده هحاول انه يكون في جزء تاني بقى من بطل او بطلة الحكاية، لسه مش عارفة، بس ان شاء الله. عايزة اقول انه مصر فعلا لما قعدت ادور لا مليانة بقصص، غير كمان القصص اللي هي المعتادة للنجاح، لا ده في قصص تبهر بجد. صح. وتخلي الواحد كده عينيه تلمع يعني. هو حلو ان انت ركزتي فعلا في الفتره دي على الايجابيات، زي ما كنا بنقول انه ناس كتير كانت باصه بس للسلبيات، فحلو ان احنا شفنا الجزء الايجابي في الموضوع. طيب هاجر، حابه اسالك على ردود فعل الناس اللي سمعت السلسله الوثائقيه دي، وتحديدا السيدات او البنات، هل الموضوع اثر معاهم بشكل ايجابي؟ هل حد بعت لك رسائل قالوا لك انه الموضوع اثر فيهم، او كنت مصدر الهام سواء انت او قصص السيدات اللي كانوا معاكي في البرنامج اثرت فيهم بشكل كبير؟ عايزه اقول لك ان جات لي رسائل كتير جدا جدا، يمكن اهم حاجه جات لي فكره انه يعني رساله واحده او جمله واحده كانت بتتقال، اللي هو انت القصص دي لما تعرضت اثرت فينا لدرجه ان احنا لما كنا فاقدين الامل. صح. بسبب ازمه عالميه بيمر بيها العالم كله وحاسين ان الدنيا هتقف، انت رجعت لنا امل تاني انه لا، هو ممكن بحاجه صغيره الواحد يبتديها من البيت. صح. تعمل فرق في المجتمع بشكل كبير، فدي اكتر حاجه يمكن ادتني كمان حافز انه لا، على فكره ممكن بكلمه انت مثلا في برنامجك تقوليها تاثر في ناس كتير. صح. بصورة مثلا حتى أو تقرير يتعرض عندك ممكن يعمل فرق مع ناس كتير جدا، فهي الموضوع كله إزاي الحاجة اللي بتبقى بتوصل للناس توصل لهم بصدق. مظبوط. يعني هاجر نورتينا جدا، وبنشكرك على فكرتك، وشكرا على الطاقة الإيجابية اللي انت بتحاولي تنشريها، وتكوني كده دعم لسيدات كتير، وإن شاء الله مشروعك كده يكمل ويبقى فيه فعلا الجنسين سواء بالظبط رجالة أو ستات. هاجر جميل نورتينا. موضوع حلو جدا، فكرة حلوة، لأنه يمكن فترة الكورونا كانت في مشاعر سلبية كتير جدا بالنسبة للناس، سواء بقى الظروف الاقتصادية، ظروف العمل، في ناس فقدت شغلها، في ناس فقدت أهاليهم أو أعز الناس إليهم بسبب الكورونا. فقصاد ده كله لما حد يطلع بطاقة نور وأمل. صح. وإيجابيات وقصص نجاح، وإنه ممكن نفكر وإحنا قاعدين في البيت بمشروع برغم إن ظروفنا المادية صعبة شوية نقدر نساعد نفسنا، ونلاقي كمان تشجيع من اللي حوالينا، فدي فكرة هايلة جدا. وكمان دور الإعلام إنه يركز على الحاجات الحلوة والإيجابيات اللي في المجتمع، وده دورنا فعلا. صح. إحنا فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن أبرز القواعد أو العادات والتقاليد اللي بتحكم العائلة المالكة البريطانية. خليكم معانا. رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس. الفقرة دي زي ما قلنا لكم كده هنتكلم عن أهم العادات والتقاليد اللي بتحكم العائلة المالكة، وده يمكن بعد إصدار قرار رسمي بتجريد الأمير هاري وحفيد الملكة وزوجته، وابن الأميرة ديانا كمان وزوجته ميغان، أنه يعني يتجرد كده من كل الألقاب والامتيازات الملكية بشكل نهائي. وده طبعا بعد مفاوضات بين الزوجين والعائلة المالكة استمرت تقريبا لمدة سنة. يمكن يعني حكاية هاري بالذات وزوجته دايما فيها كده كلام كتير وأحاديث كتير، إنه يعني مش متبع كل التقاليد بتاعت العائلة المالكة بشكل كبير، ويمكن الجدال ده صار كده ما بين الناس، وناس شوية معه وكويس إنه هو تمرد، وناس لا إنه لازم يلتزم، كلام كتير قوي. هو أنا من أنصار هاري طبعا، ويعني أكيد اللي عمله ده حاجة
عارفه اللي هي قصص الحب الخياليه اللي بنقعد دايما نسمع عنها ونشوفها في الافلام، هي حقيقيه فعلا. هو تنازل عن العرش، تنازل عن المناصب الملكيه اللي هو ممكن كان تبقى كلها امتيازات بالنسبه له، هو امير وفي الاخر هيبقى هيعدي سنين وهيبقى ملك بالزبط. ومراته، بس برغم كل ده تنزل عشان هو حب واحده عاديه جدا من عامه الشعب وكمان ممثله، فاكيد دي حاجه حلوه. اما بقى بالنسبه للمناصب الملكيه او الامتيازات اللي اتحرم منها الامير السابق وزوجته، هم عباره عن 18 منصب ملكي، وطبعا في مناصب تانية، ومنهم او على راسهم يعني ان هم كانوا او هو كان راعي للمسرح الوطني ورعايه الاتحاد الانجليزي لرياضه الرجبي ودوري الرجبي كمان، وكمان ان هم بيبقوا موجودين في كل الاحتفالات الرسميه لبريطانيا، ولازم يبقى في وقت المراسم يبقى في لبس معين وفي اتيكيت معين هم بيلتزموا بيه، وحتى يمكن في قواعد كده او حاجات معينه، قوانين معينه هم بيلتزموا بيها يا نوره، ممنوع ان هم يعدوها. زي مثلا ابرز حاجه بالنسبه هم تحرروا منها دلوقتي. هم تحرروا منها، بس احنا لو اتكلمنا بقى على الممنوعات اللي المفروض هم ما بيجوش جنبها، منهم ان الاميرات ممنوع يحطوا مثلا مانيكير لونه احمر او لونه نبيتي، دايما لازم يبقى حاجه شفافه او حاجه يعني لون اوف وايت او ابيض، حاجه هاديه جدا. ما ينفعش هم يحطوا ميك اب صارخ، ما ينفعش ان هم يلبسوا بنطلون جينز ويمشوا بيه كده او سبورتس وير وينزلوا زينا بالظبط. ففي حاجات ممنوعه بالظبط كده. ويمكن كمان من الحاجات او الممنوعات يعني كان المفروض انه افراد العائله المالكه كلها ما تركبش نفس الطياره، بحيث انه لو حصل لا قدر الله اي عمل ارهابي مش العائله كلها تروح. يمكن كمان انه ملتزمين برضو زي ما نوران كانت بتقول باللبس، انه لازم طول الوقت يبقى لبسهم ليه شكل معين، لبس مهندم، لبس انيق، ما فيش حاجه اسمها ان انا البس لبس رياضي او لبس مريح بالزبط. او حاجه كده او لما شعري وانزل مثلا، ما فيش الكلام ده بالظبط. كمان القعده بحساب والوقفه بحساب والكلام بحساب والبصه طبعا بحساب، ده غير انه مثلا الملكه، بالنسبه للملكه والملكه اليزابيث تحديدا، يمكن هي معروفه جدا بازيائها المختلفه والالوان المتميزه جدا، يعني دايما لما بنلاقيها في اي حفله رسميه بتلبس اصفر واحمر واخضر وازرق، يمكن دي من عادات الاسره الملكيه انه هي لازم تبقى ظاهره وسط المكان وتبقى ملفته للنظر وكمان تبقى مبهجه عشان تقدر تدي للناس تفاؤل وامل. حاجه كمان ممنوع انه الاطفال الصغيرين يلبسوا بنطلونات، لازم طول الوقت صيف او شتاء يكونوا لابسين الشورت. ويمكن لو شفنا اغلب الاحتفالات او اغلب الحاجات اللي بتحصل دي هتلاقوا كل اطفال العيله المالكه لازم يكونوا لابسين الشورت ده، وحتى بقى بردانين حرانين ايا كان الفصل لازم يكون الطفل الصغير لابس شورت. صعب قوي انا جداً. الموضوع ده لما قريته يعني الاطفال صعبوا علي، احنا الكبار بنبقى بردانين من بالزبط. التلج، وكمان بريطانيا تلج يعني، فاللي هم يبقوا لابسين صيف شتاء شورتس عشان بس دي القواعد الملكيه، فده عشان صعب. انت من العيله المالكه انت واخده لقب حضرتك فالبسي شورت. وكمان عايزه اقول لك ان الاطفال من وقت 5 سنين، اول ما يتموا 5 سنين لازم يتعلموا اصول الاتيكيت، ان هم يسلموا على الناس ازاي في الحفلات الرسميه، وازاي يحيوا كمان الملكه الجد الملكه اليزابيث. في بقى كمان اكلات معينه الملكه اليزابيث هي اللي حطتها قواعد كده، ممنوع تتحط على السفره وهم بياكلوا، زي البطاطس عشان ما بتحبش ريحتها، زي المكرونه او اي نوع نشويات، عشان هي دايما مقتنعه انه لازم الاسره الملكيه تبقى كلها يعني عندهم رشاقه وصحتهم حلوه وجسمهم انيق كده لما يلبسوا الفساتين بتاعتهم. هتلاقي ان مفيش واحده تخينه، مش هتلاقي ان في واحده مثلا عندها ديفو، كلهم مظبوطين. ده حقيقي يعني، بلاش نتكلم في الموضوع ده. كمان الاطفال بقى مش من حقهم ان هم يحتفظوا باي هدايا بتجيلهم في المناسبات الا في حالتين بس، لو كانت الهدايا دي قيمتها ما تتجاوزش ال 196 دولار او انها تكون هديه رمزيه زي الورود او الكتب، لكن لو لعبه مثلا دبدوب مش عارفه ايه الحاجات دي لا ما ياخدوهاش، يعني ما ياخدوها بس ما يلعبوش بيها، ممنوع ان هم يلعبوا بيها. يعني الطفل لو جاله كتاب ياخده يقراه، ياخده، لكن الدبدوبه لا. الهديه ممكن ياخدها لو قيمتها ما تتجاوزش ال 196 دولار. اكتر من كده بصي هي دايما بيبقى ليها علاقه، لو احنا خدناها بطريقه ايجابيه شويه، اللي هو يعني احنا ما بناخدش هدايا غاليه قوي، يعني نوعية الهدايا خزينة الدولة رمزية مثلا او حاجة كده. ف
فيمكن قواعد صارمه يعني مفروضه على طبعا العيله الملكيه في بريطانيا، واي عائله ملكيه دايما هتلاقي ان هم عندهم القواعد دي، في اتيكات، في تصرفات معينه لازم يعملوها. كمان الخروج بيبقى بحساب اكيد، الاضواء دايما بتبقى عليهم. عشان كده لما نشوف الامير هاري وزوجته ميجان ماركل لما قرروا ان هم يتحرروا من كل القيود الملكيه والالتزامات اللي المفروض هم يلتزموا بيها في كل خطوه بيخطوها، عشان هم بيحبوا بعض وعايزين يعيشوا حياتهم طبيعيه، وكمان اولادهم لما يجوا يعيشوا بكل حريه وانطلاق، فده طبعا قرارهم وحريتهم. يعني تحبي تبقي من العيله المالكه؟ يعني مش عارفه بصراحه. بصي انا ما جربتش ان انا اعيش اكيد العيشه بمزاياها وعيوبها، بس مش عارفه ممكن اتخيل كده وارد عليكي بس بعد ما ناخد اجلال. الو الو يا اجلال، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اجلال، سمعتي كده شويه القواعد اللي احنا قلناها المفروضه على العيله المالكه؟ يعني اعتقد ان هي حاجه صعبه جدا يعني. اكيد. طب بعد ما سمعتي ده، يعني احنا دايما في مخيلتنا كده ان انا يا نفسي ابقى اميره، نفسي ابقى ملكه، بعد ما سمعتي الحاجات دي نفسك تكوني من افراد العائله المالكه؟ لا بصراحه، يعني من زمان يعني دايما لو بنتابع اخبارهم بقى وميجان وكيت وكده زمان، لا ما حبيتش بصراحه العيشه بتاعتهم، يعني حاسها تخنق قوي. يعني ما بتحبيش ان الاكل يبقى بحساب واللبس بحساب والتصرفات كلها بحساب؟ تحبي تعيشي بانطلاق كده؟ اكيد يعني، اكيد الواحد بيحب الحريه يعني. بس برضو لو كلمنا على فكره، في قواعد عامه في بيوتنا المصريه، في قواعد، بس لا بس قواعدهم صعبه قوي يعني، انت كمان عشان متشافه من العالم كله فده بيحط عليكي بريجر اكتر. صح. لكن احنا في بيوتنا المصريه في برضو يعني في شويه ضغوطات، بس مش زيهم اكيد. مش زيهم يعني، اكيد ما حدش بيفرض عليكي انت تلبسي حاجه معينه وانت نازله، ولا ما كلش بطاطس يعني. ايه ما كلش بطاطس؟ رايي لا طبعا، واللبس معين ولا لا لا. وبعدين يمكن برضو ضمن القواعد دي بيقولوا انه ممنوع ياكلوا اي اكل معلب، سواء في علب او في اكياس او اي حاجه، حتى لو براند معروف لازم كل حاجه تبقى معموله من ايد الطباخين في القصر. فيعني افرضي مثلا نفسي هفتني كده الساعه 12 ولا واحده بالليل على بيتزا ولا برجر ولا اي، يعني ايه ممنوع من الاكل؟ ما ينفعش، وفي عز الشتاء بقى عايز اكل من بره. بالظبط. طب قولي لي انت، في حد من الاسره المالكه بتحبيه، بتحبي تتابعيه، سواء احد الامراء او زوجاتهم يعني؟ انا بحب هاري وميجان طبعا. كلنا بنحب هاري وميجان طبعا. البنات بقى وقصص الحب والحاجات دي. طب بتحبي ازيائهم يا اجلال؟ صح. بتحبي لبسهم، ازيائهم في الحفلات، في الافراح اللي بنشوفها؟ اكيد طبعا. والافراح لما كانت بتتذاع على الهوا كنا بنفضل نتفرج عليها يعني، وماما كمان الجيل بقى اللي قبلي كانت بتحكي لي عن حفل الزفاف بتاع ديانا وقد ايه كان تحفه يعني، فلا اكيد حاجاتهم حلوه جدا ومبهره جدا يعني. طب اجلال بصي، يعني دايما كده في كل بيت ليه قواعد معينه، طبعا مش هنقارن نفسنا قوي بالعيله المالكه، بس بيبقى البيت ليه رولز كده معينه، انت ايه ابرز القواعد اللي ماشيين عليها في البيت؟ حاجه برضو ممكن تبقى غريبه شويه او الناس حواليكي بيستغربوها. لا هو مفيش حاجه معينه بصراحه، بس زي اغلب البيوت المصريه، يمكن مثلا احنا كبنات يعني ما ترجعيش قبل الساعه كذا مثلا، او الغدا يعني ترجعيش قبل الساعه 3 الفجر، عشان احنا عادي. ايه المشكله لما يعني ساعات الظروف بتضطرنا نرجع متاخر؟ بس دي اكتر حاجه في البيوت المصريه بالنسبه للبنات عامه. في اكل معين، لبس معين، غير المواعيد مثلا. بيبقى دايما كده ايه، الغدا ده مقدس، لازم الناس كلها تقعد تتغدى مع بعض لو يوم اجازه يعني. يمكن أيوة مثلا انا صحيح. دلوقتي متجوزه وكده، بس زمان ايام بابا وايام بقى ايه اللي ما كانش فيه موبايل، انا عصبت شويه فكره ان مفيش موبايلات واحنا نتلم على سفره واحده، وبابا كمان كان عنده ميعاد الغدا مقدس جدا، كلنا لازم نتلم حتى لو مش جعانه، اقعدي على السفره صح لحد ما نخلص وكلي بعدين. وكمان مواعيد الغدا دي كانت حاجه مقدسه، لكن دلوقتي طبعا لا يعني خلاص للاسف. انت مش عامله النظام ده في بيتك بعد ما اتجوزتي؟ مش عامله نظام للغدا، للفطار مثلا، يوم الاجازه؟ هو غصبا عننا ساعات بيختلف يعني، ممكن مثلا زوجي يرجع متاخر من الشغل شويه فنضطر ناكل متاخر شويه، اكل ابني مثلا قبل ما احنا ناكل كده يعني. شكرا ليكي يا اجلال، نورتينا. عارفه
دايما وانا صغيره كان في يوم لازم نروح لجدي وجدتي ودايما بيبقى يوم الجمعه. التجمع العيله وتلاقي خالاتك وخلانك وعماتك يعني ايا كان مين بالزبط. لازم كله يتجمع مع بعض. ولما كبرت شويه برضو كنت يعني اول يوم العيد ده ما ينفعش اخرج فيه مع صحابي، لازم العيله كلها بتبقى متجمعه مع بعض عند جدتي او عندنا في البيت او عند خالتي ايا كان بقى اللي عامل العزومه. ولحد دلوقتي اول يوم رمضان برضو كل الناس لازم تتجمع. يعني احنا عندنا برضو طقوس وعادات يعني بغض النظر عن العادات الملكيه يعني. بس انا بحب العادات دي، بحس انه مهما كان الواحد اتشغل في حياته او يعني زي ما بتقولي كده الدنيا بقت تاخد الناس من بعض وخصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، فبيبقى حلو انه كل فتره كده العيله كلها تتجمع، الناس تشوف بعض، تتكلم مع بعض، يعني صله الرحم دايما ان هي تكون موجوده. ولكن انا بتخيل بقى انه لو انا فعلا عندي نظام ماشي عليه، والنظام ده مش ماشي عليه يوم ولا يومين، انا ماشي عليه طول حياتي، اللي هو احنا لما بنعمل دايت شهر خلاص بقى مش قادرين، فما بالك ان انت بتصحي بميعاد، بتلبسي بشكل معين، بتاكلي بشكل معين، بتخرجي بشكل معين، بتتصرفي بشكل معين، ليكي قاعده معينه برضو، اللي هو كل حاجه في حياتك تحسي ان انت متراقبه، مش عارفه تعيشي براحتك، مش عارفه تعملي اي حاجه نفسك فيها. اكيد الموضوع صعب يعني مقابل ان هم ملوك، بس يعني ايه فايده ان انا ابقى ملكه او اميره او ايا كان، بس انا مش عايشه معرفش، مش قادره احكم عليهم هم عايشين مبسوطين ولا لا، بس انا عن نفسي ما كنتش هبقى حاسه ان انا عايشه مبسوطه يعني. بصي، هو انا يعني شايفه انه مهما كان الملوك او الامراء عندهم عادات معينه، اكيد في كده خلسه من الزمن طبعا بيسرقوها لنفسهم، يتعاملوا بطبيعتهم، ياكلوا بايديهم، ما يلبسوا اي حاجه، ينزلوا اكيد. بصي، هو ده بيبقى بره الكاميرات يعني ما حدش بيصور الكلام ده، لان هم اكيد بيعملوا ده من ورا الاعلام ومن الكاميرات اكيد. يعني مثلا ممكن حد يبقى زوجه مثلا من ازواج الامراء او حتى مثلا حته شوكولاتايه كده مثلا تاكل، اكيد 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 عندها ميني بار بتطلع تاكل اكيد. ممكن يروحوا يخرجوا يقعدوا في اي حته بعيد عن الانظار زي الافلام بالظبط، لما معروفين في كل الدول وهم يعني حاساهم ان هم معروفين في كل الدول، يعني ده علشان يعملوه لازم يبقوا متنكرين بالظبط، لازم يبقوا متنكرين بشكل معين بحيث ان هم ما يتعرفوش، وده في حد ذاته تأييد، اللي هو ليه مثلا انا عشان اقعد قاعده بسيطه، يعني انا مش بعمل حاجه غلط، انا عايزه اقعد قاعده بس براحتي، عايزه احط رجلي على رجلي، عايزه يعني مش عايزه اتصرف كاميره، يعني ليه لازم اكون متنكره او مش انا؟ عشان دايما بيبقى في حاجه كده للمشاهير بره معروفه قوي اسمها الباباراتسي. الباباراتسي اللي هو بيلقط الحياه المشاهير، سواء بقى الفنانين، مغنيين، الامراء طبعا، زي الاميره ديانا كان في باباراتسي وراها في كل حته، يعني لدرجه ان هو تقريبا هو اللي خلاها عايشه حياه ماساويه في الفتره الاخيره بسبب انه كاميرات الاعلام كانت على طول بتلاحقها في كل مكان. فيمكن الحياه دي بتبقى صعبه واكتر على الاطفال، لانه الاطفال مفروض انت دايما بنقول الطفل لازم يعيش حياته، يكتشف كل حاجه بنفسه، ويلعب وياكل ويلبس اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه براحته. تخيل انت بتقيدي حريه الطفل وهو صغير، ممنوع يلعب، ممنوع اللعبه اقل من 196 خدها، اكتر من كده لعبه حلوه يا جماعه ده عيد ميلاد ورا تمنها علشان اعرف. انا فعلا دول اكتر ناس بشفق عليهم، اللي هو بحس انه يا احنا الحمد لله ان احنا عشنا طفولتنا طبعا. يعني لبسنا بنطلونات عادي عشان بردان، مش بنطلون واحد، لبسنا ثلاث بنطلونات عشان الجو برد عادي بالظبط، ونزلت لعبت واتعرفت على ناس وخرجت مع ناس وعملت حاجات وشديتي شعر حد محدش شد شعرك، يعني دي الطفوله يا جماعه. الطفوله ايه من غير كوارث؟ يعني ايه ان انا قبل اي مناسبه سامع حد بيقول لك ايه؟ مش قادر ارد عليك. كمان بتبقى حياتهم متكلفه جدا، الاطفال لما بيطلعوا وهم متربيين على الايديكات والاصول بيبقوا متكلفين غصب عنهم، واكيد يعني بيطلعوا حاجه تانية، لكن بيبقوا في تكلف في حياتهم، بيبقوا متعودين، بيكبروا قبل اوانهم، بيكبروا قبل سنهم. ده حقيقي، انت فاهمه؟ وخصوصا انه من 5 سنين هم يعني لازم خلاص بقى يتعلموا القواعد، لازم ينحنوا للملكه بالظبط، ولازم يتعلموا الايديكات، وخصوصا كمان لو قبل مناسبه او احتفاليه او حاجه بيتدربوا مع العيله، يعني اصحوا يلا النهارده عندنا تدريب عشان عندنا احتفاليه. ايه ده بجد؟ يعني يمكن احنا طبعا فقرتنا خلصت، حاولنا كده نقول لكم يعني الفرق بين الحياه العاديه بتاعت الناس نحمد ربنا ان احنا مش امراء، نحمد ربنا بالظبط، وبين الحياه الملكيه والعادات والتقاليد الصارمه بتاعتهم. احنا كده فقرتنا خلصت، بعد الفاصل بقى هنستقبل ضيوفنا ايه عبد الله ويوسف السادات، هم شباب عملوا نموذج مصغر من مجلس النواب، خليكم معانا.
ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما قلنا لكم الفقره دي معانا شباب وهم اعضاء في برلمان الشباب، وده من اهم الانشطه اللي بترعاها وزاره الشباب والرياضه. هو عباره عن نموذج مصغر لمجلس النواب بتحصل من خلاله محاكاه كامله لكل حاجه بتحصل داخل مجلس النواب، زي مثلا الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس النواب. ويمكن السنه دي حصلت بشكل الكتروني طبعا بسبب فيروس كورونا، ده غير انه في جلسات كتيره جدا بتحصل مشابهه لمجلس النواب ولكن بشكل مصغر وبيحاكي كل حاجه بتحصل داخل المجلس ده، بالاضافه الى انه في جلسات مكثفه وتدريبات مكثفه بيعملوها عشان تاهلهم ان شاء الله في المستقبل لتقلد مناصب مهمه، سواء يبقوا اعضاء في مجلس النواب او اي مناصب رسميه في الدوله. احنا منورنا في الاستوديو يوسف السادات احد اعضاء برلمان الشباب، وكمان ايه عبد الله منورنا. اهلا وسهلا، اهلا بيكم. في البدايه كده يعني عشان نفك بس شويه، ايه يعني احكي لي كده عن نفسك اكتر، عرفونا بنفسكوا اكتر يعني دارسين ايه. اولا احب ارحب بيكم وارحب بالساده المشاهدين. اهلا. اولا يعني عايزه اوجه تحيه شكر وتقدير لمعالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وزيرنا والاب الروحي لينا، ودكتوره رندا البطار مدير عام البرلمان والتعليم المدني. طيب انا يا عبد الله مش مشاور قانون خاص 2020 عضو برلمان شباب مصر محافظة الجيزة. حلو جدا. يوسف. أنا يوسف السادات عضو برلمان شباب مصر عن محافظة القاهرة، طالب في كلية الحقوق الفرقة الرابعة جامعة عين شمس. حلو قوي. طيب في البداية كده عرفتوا البرلمان منين واشتركتوا كمان فيه ازاي؟ هبدأ بيك. البداية إن احنا أصلا كنا أعضاء في داخل مراكز الشباب. تمام. فمراكز الشباب أصلا يعني في كل محافظة في عدد مراكز الشباب، فاحنا ليه ما نشاركش في ألعاب رياضية أو أنشطة أصلا مختلفة بتقدمها الوزارة. تمام. فبناء إن احنا كنا موجودين في داخل مراكز الشباب، فأنا كنت يعني بلعب ألعاب قوة. تمام. فعرفت إن في حاجة اسمها برلمان طلائع. تمام. فليه ما شاركش في حاجة زي كده؟ الكلام ده قديم شويه، فليه ما شاركش في برلمان او في نموذج مع حاجه زي كده؟ يعني تجاوزنا موضوع برلمان الطلائع، طلعنا البرلمان الشباب. حلو. هو نموذج محاكاه مماثل بالظبط من البرلمان الحقيقي المعروف حاليا على ارض الواقع. ويوسف. يمكن انا بدايتي كانت مختلفه شويه عن زميلتي ايه. انا برضو كنت عضو في مراكز الشباب في محافظه القاهره، بس كنت مهتم اكتر بالجانب الثقافي شويه، مسابقات الدوري الثقافي اللي بتعملها المديريه والوزاره على المستوى القومي. فسمعت عن البرلمان وابتديت ان انا اتعرف على البرلمان اكتر، انشطته ودوره، وكمان عرفت ان هو بيحظى بدعم كبير من معالي الوزير اشرف صبحي. طبعا هو الاب الروحي للبرلمان كله، واستاذه رندا البيطار مدير عام البرلمان على مستوى الوزاره، فخدت القرار ان انا التحق بالتجربه. حلو جدا. طيب يعني يمكن احنا قلنا ان هو نموذج مصغر للي بيحصل داخل مجلس النواب، وده عشان ياهلكم ان شاء الله في المستقبل ان انتم تبقوا في مناصب زي مناصب رسميه سواء اعضاء مجلس نواب او غيره. بتعملوا ايه تحديدا داخل المجلس او برلمان الشباب؟ ايه هي النماذج المصغره اللي بتعملوها؟ هو فكرة نموذج المحاكاة بتاع الشباب هو نموذج محاكاة للشباب. ده بيحاكي مجلس النواب المصري المعروف حاليا. نفس الروتين او نفس الشغل بتاع مجلس النواب حقيقي، هو احنا بنعمله حاجة كده مصغرة للبرلمان الشباب عندنا. الحياة السياسية ازاي نعد كوادر شبابية من اهلهم ثقافيا، ازاي نخرج برلمانيين على ارض الواقع بعد كده يكون كادر شبابي، ازاي لو عنده قضية داخل المجتمع او داخل المحافظة بتاعته ازاي يكون حلقة وصل ما بينه وبين النائب بتاعه، ازاي يكون هو حلقه الوصل، يكون هو يعني صوتي بيتسمع ازاي. فدي كانت نموذج محاكاه، كانت حاجه مشرفه جدا لينا اللي احنا كشباب نشارك فيها، اللي احنا يمكن كان يبقى لينا ملناش فعلا سلطه تنفيذيه او تشريعيه، بس لينا اللي احنا نبقى بنعرف نوصل المشكله بالظبط، ونوصل المشكله اللي داخل مجتمعنا نوصلها حتى للشخص المسؤول. حلو جدا. طيب يوسف كلمني بقى اكتر عن الانتخابات الالكترونيه، يمكن دي اول مره تحصل فكره انتخابات عن بعد بسبب فيروس كورونا، عملتوا ايه واستعدتوا لها ازاي؟ يمكن هو زي ما حضرتك قلتي كانت بسبب كورونا خدنا التجربة ان هي تكون انتخابات الكترونية. الوزارة طرحت الامر، وطبعا دوت كان بالنسبة لنا احنا كشباب تجربة جديدة جدا، وتجربة يعني احنا حابينها، وخصوصا ان احنا كلنا دلوقتي حاليا بنعيش في عصر التطور الرقمي للدولة بقيادة السيد الرئيس. فالوزارة خدت الخطوة ديت واحنا كشباب تجاوبنا وتفاعلنا معها،
وابتدينا نشتغل على نفسنا الكترونيا، سواء من خلال في البدايه مرحله الدعايه والتزامنا بالجدول المعلن. عملتوا ازاي دعايه اونلاين يعني؟ الدعايه كانت متقسمه لكذا حاجه، من عملنا بيدجات على الفيسبوك، يمكن انا كنت في قائمه قائمه العاصمه الاداريه على مستوى محافظه القاهره، عملنا صفحه للقائمه، عملنا فيديوهات، عملنا اعلانات، عملنا بوستات، فالحمد لله حققنا انتشار كويس يعني على مستوى المحافظه بتاعتنا. طيب بما ان احنا بنتكلم على الانتخابات، فاكيد في تفاصيل كتيره جدا ليها علاقه بالانتخابات، زي مثلا اختيار الرموز الانتخابيه، الدوائر، قايمه ولا فردي، كل الحاجات دي ليها علاقه بالانتخابات، واكيد انتوا عملتوها من خلال برلمان الشباب. اخترتوا ازاي الرموز الانتخابيه؟ تمام. هو فكره التحول الرقمي والموضوع الانتخابات الالكترونيه دي كانت فكره جديده وكانت فكره مختلفه، فحبينا ان احنا يعني مش عايزين الحاجه اللي هي التقليديه، الشاكوش والكنكه ورمز القلم ورمز الورقه والكلام التقليديه القديمه شويه، فحبينا يعني نقترح ان حاجه ليه يعني ما نعملش تعزيز للهويه الوطنيه والوطنيه، الحاجه المصريه، وكمان الشباب تيجي تعرف المشاريع القوميه، فحبينا ان احنا نبقى في الرموز بتاعتنا رموز مختلفه شويه ورموز جديده، دي ما تبقاش العاصمه الاداريه، دي ما تبقاش برخه غليون، الكاتب المصري القديم، نعتز برده بالهويه التاريخ بتاعنا المصريه القديمه، فليه ما نجيبش الحاجات المشروعات القوميه، وبناء عليه كل واحد فينا بياخد الرمز الانتخابي بتاعه. يعني انا كنت قائمه العاصمه الاداريه من ضمن المشروعات القوميه الجديده. انتوا مع بعض كنتوا في نفس القائمه تقريبا؟ انا محافظه الجيزه ومحافظه القاهره. اوكي. طب وكان ليكم برنامج انتخابي؟ كل واحد بيدخل برنامج الانتخابي بتاعه. ايه بقى؟ انت كان ايه؟ تمام. هو احنا اصلا في شغل اوريدي بنكون اشتغلناه على ارض الواقع، وفي بعد كده يعني ان شاء الله على مستوى الجمهوريه كل واحد بيبقى ليه البرنامج الانتخابي بتاعه. حلو. بيعرضه ان شاء الله على مستوى يعني. ما تقدريش تقولي دلوقتي صح؟ اكيد. لا ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله هنكون معاكم هنعرضه باذن الله. طب كملي. طيب قولوا لي انهي احسن، او يعني بالنسبه لكم اسهل او اصعب، فكره ان انتوا تنزلوا انتخابات فردي ولا ان انتوا تنزلوا ضمن القائمه؟ انا بتهيألي الفردي اصعب صح؟ لا، هي القائمه السنه دي جاءت اصعب، لان هي بنظام القائمه المغلقه المطلقه، ويمكن كانت الوزاره حطت في القواعد المنظمه لبرلمان الشباب السنه دي شرط صعب جدا، وهو ان احنا كقائمه لازم تشكل من كل الدوائر اللي على مستوى المحافظه، وكمان نضمن تمثيل عادل لذوي الهمم والقدرات الخاصه وجميع فئات الشباب. فيمكن كانت الصعوبه من هنا، ان احنا ازاي هنقدر نشكل تحالف على مستوى المحافظه، ازاي هنراعي التمثيل العادل لجميع الفئات. طيب الانتخابات اونلاين كانت فيها صعوبه شويه ان انتوا تقدروا توصلوا لكل الناس وتوصلوا انتوا عايزين ايه بالظبط، او توصلوا للناس للبرنامج الانتخابي بتاعكم؟ اطلاقا. هي كانت جمال التجربه كله في ان هي اونلاين. ليه؟ لان احنا حاليا هو برلمان شباب، فبيستهدف الشباب من سن 18 ل 35 سنه. فالفئه ديت هي معظم وقتها مقضيه على الموبايل، على الكمبيوتر، فاحنا قدرنا ان احنا نستهدف الشباب الجيل بتاعنا، نقدر ازاي نخاطبه بلغته بدل الشغل التقليدي. حبينا نستثمر شويه السوشيال ميديا، يعني بدل ما الشباب قاعده ممكن حد بيجي يعرض حاجه سوشيال ميديا، طب ليه ما نعملش الانتخابات بتاعتنا اونلاين كلها داعيه الكترونيه؟ وعشان كمان الاجراءات الاحترازيه، فما كانش في التجمعات. تمام. فكل الدعايه بتاعتنا كانت يعني اونلاين. ففكره التصويت بقى نفسها، يمكن يعني مش قادره اتخيلها بما انها اول مره تحصل، فكانت ماشيه معاكم ازاي؟ كانت سهله ولا قابلتوا برضو صعوبات فيها؟ فكره التصويت برضو كانت عن طريق الاونلاين، فعن طريق المراكز الشعبيه اللي داخل المحافظه بتاعتنا، في مقرات انتخابيه كل واحد بيروح بيطلب صوته. بس اوكي، كانت سهله يعني. طيب الطاعون، هل حد قدم طاعون في نتيجه الانتخابات مثلا؟ لا ما ينفعش انا مصوت لحد على مستوى مصر. في بعض المحافظات فعلا حصل طاعون وتم نظرها من اللجنه العليا للانتخابات برئاسه معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، لكن على مستوى محافظه القاهره لم، انا بتكلم عننا احنا كقائمه العاصمه الاداريه، الحمد لله لم تتقدم فينا طعون يعني دوت، وان دل على شيء يدل على ان هي قائمه يعني، هي طبعا اساسي النزاهه، ولكن ان القائمه فعلا جاءت ممثله لكل طوائف الشباب على مستوى محافظه القاهره. حلو جدا. طيب كلموني بقى عن لقائكم مع وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي بعد نجاح الانتخابات الالكترونيه.
تمام. هو دكتور اشرف واستاذه رندا يعني شاكرين جدا، حبوا اللي هو يكرموا الشباب ال 604 اللي كسبوا على مستوى 27 محافظه، فبداوا يقسموها كمحافظات. كل يعني كل كام محافظه، مثلا كل خمس ست محافظات بتبقى ليها تكريم من الوزير، كل محافظه ليها بتبقى ليها يوم معين. فدي كانت حاجه جديده وحاجه مشرفه لينا. طيب انتوا برضو بتاخدوا تدريبات مكثفه قوي، ورش عمل عشان تقدروا تحاكوا مجلس النواب بشكل دقيق جدا. ايه اللي اتعلمتوه؟ ايه هي ورش العمل بتبقى عباره عن ايه، والبرنامج التدريبي بتاعكم؟ يمكن احنا من المحافظات المحظوظه، محافظه القاهره كانت لسه من ايام بسيطه برغم الجو العصيب اللي مرينا بيه ختمنا البرنامج التدريبي بتاعنا، كان على مدار اكتر من 3 ايام نظمته لنا الاداره المركزيه للبرلمان التعليم المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للبرلمان في المحافظة عندنا. التدريب كان زي ما قلنا على مدار 3 أيام، تضمن بعض المواضيع منها الدستور والقانون واللائحة اللي هم الهرم التشريعي في جمهورية مصر العربية، وإيه الفرق والاختلافات بتاعتهم والتدرج من وإلى. بعد كده دور مجلس النواب إن هو دور رقابي وتشريعي، وخدنا دوت من جانب قانوني ومن جانب عملي من خلال أساتذة في الجامعة تخصص القسم بتاع السياسة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومن خبراء برلمانيين فعلا. هايل جدا، حلو جدا. طب ايه اهم القضايا اللي انتم بتناقشوها في البرلمان؟ يمكن كانت من ابرز القضايا ان هو احنا في الاول وفي الاخر اسمنا برلمان الشباب، عايزين نوصل صوت الشباب اللي انتخبتنا. عايزين نوصل صوتهم للمسؤول، سواء كان معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي او معالي الوزير محافظ القاهرة. كلهم في نطاق محافظته طبعا. يعني انا ليا زملاء كل محافظات مصر، زي ما تفضلت زميلتي آية وقالت احنا عددنا حوالي 600 الا 4. فكل واحد او كل برلمان، كل هيئه برلمانيه في محافظتها بتقدر تتواصل مع المسؤول وتوصل صوت الشباب بتاعها. انتوا كان ايه اهم المطالب؟ احنا اهم المطالب عندنا في بعض مراكز الشباب كان متعثر فيها بعض مشروعات التطوير. بالفعل طلبنا بالموضوع دوت معالي السيد وكيل الوزاره على مستوى محافظه القاهره دكتور سيد حسين، نزل بناء على توجيهات معالي الوزير واستجاب للمطالب فعلا. ويمكن كانت اخر زيارات السيد وكيل الوزاره كانت اول امبارح لمركز شباب حدائق القبه بناء على توجيه من معالي الوزير بالاهتمام بالشباب وانشطه الشباب. طيب حلو قوي. ايه قولي لي انتوا عملتوا كام جلسه محاكاه لحد دلوقتي لمجلس النواب؟ هو احنا بنعملها اصلا وصفه مستمره داخل مراكز الشباب بتاعتنا. يعني احنا يعني في الاعضاء البرلمان هم اكتر من 20,000 عضو برلماني، احنا مش مقتصر فقط على ال 600 الا 4 عضو برلماني، فلازم اوريدي يكون في اللي احنا بنعمل نماذج محاكاه كمان للاعضاء بتوعنا داخل المراكز بتاعتنا. فبنعمل بيبقى في محضر جلسه وفي محضر فتح جلسه ومحضر غلق جلسه، هي نفس النماذج يعني نفس اللي بيحصل اوريدي في المجلس النواب المصري المعروف بنعمله بالظبط. بيبقى عندنا برده رئيس الجلسه، وبقى عندنا برده بيتم انتخابه الاول من بيجي بترأس الجلسه اكبر الاعضاء سنا ومعاه اصغر الاعضاء سنا، اثنين من العضوين من اصغر الاعضاء. هو بننتخبه الاعضاء بتنتخبه ويتم انتخابه، وبعد كده بننزل للوكيلين، الرئيس بيترأس الجلسه بعد انتخابه بينزل عندنا الوكيلين وبينتخب امين الوكيلين وامين السر، وبعد كده بنروح للجان الفرعيه. حلو جدا. طب مين نسبه مشاركته اكتر، البنات ولا الولاد؟ والله هما الاثنين شغالين. مين مش عايزين عدد ولا في نسبه اكبر؟ لا النسبه جت متباينه يعني على مستوى الجمهوريه ما نقدرش نحسم، لان كل محافظه زي ما احنا عارفين ليها طبيعه، سواء طبيعة ديموغرافية أو طبيعة ثقافية بتحكم في نسبة المشاركة بين الذكور والإناث. يعني جت في محافظة القاهرة نسبة الشباب كانت أعلى من البنات، لكن زي ما قلنا ما نقدرش نحسم الأمر على مستوى الجمهورية. طب مين كان متفاعل أكتر؟ يعني خليني أسأل بطريقة واحدة يتحيز لجنسه، يعني نسأل آية ونسأل يوسف، مين متفاعل أكتر في موضوع الجلسات؟ والله هو بدعم يعني سيادة الرئيس بيدعم المرأة، فده يعني شرف لينا إحنا كمرأة وكشباب برلمانيين، فكانت خطوة وكانت تجربة جديدة. فإحنا عندنا كمحافظة الجيزة يمكن كانت بنات عندنا أكتر، كانت أكتر من الشباب. يوسف عندك تعليق تاني؟ هو وجهه نظر بسيطه بس او ايضاح للي بيحصل عندنا في المحافظه. هي زي ما قلت القاهره كان نسبه الشباب اكتر من البنات، لكن كاعضاء في برلمان شباب مصر عن محافظه القاهره ما نقدرش كشباب ان احنا نجور على حق زميلاتنا من البنات، لازم نديهم فرصه ونتيح لهم الراي ان هم نسمع رايهم، لان المراه اكتر من نص المجتمع. فاحنا لازم نسمع رايهم، لان في الاول وفي الاخر المراه هي امي واختي. فلازم اسمعها. صح، هايل جدا.
اوكي انا وقفت بس كده عن نتح لهم الفرصه وبعدين قلت لا بلاش ادخل النقاش ده دلوقتي مش وقتكم. انا برضه عديتها لوحدي. يمكن جلسات مجلس النواب احنا كلنا واحنا صغيرين بنتفرج عليها دايما على التلفزيون ودايما بنشوف بقى التشريعات والقوانين، رئيس مجلس النواب هو بيتزعم الجلسه. هل حضرتوا الجلسات دي في الواقع داخل مجلس النواب الحقيقي بقى؟ عملنا فعلا زيارات لمجلس النواب بحيث ان احنا ننزل على ارض الواقع نشوف فعلا ايه اللي بيحصل داخل المجلس الحقيقي، ازاي بيديروا الجلسة، ازاي بيتم فتح وغلق الجلسة، ازاي بيعمل مثلا بيكون في استجواب في طلب احاطة، ازاي لو في صاحب ثقة ازاي هيستجوب الكنائب، هيستجوب الوزير لو في مثلا مشكلة او حاجة. فاحنا كشعب اللي هو احنا نازلين فعلا حاكي الواقع. فكانت تجربة مشرفة جدا لنا. والفكرة كان يعني سيادة الوزير هو طبعا يعني فكرة المرأة فهو بيدعمها، فكان عامل يعني نسبة وتناسب ما بين الشباب وما بين الكوتة الشبابية وبين المرأة، وكان عامل نسبة خمسة كمان في نسبة 5% هو معالي الوزير هو بيعينه. طبعا بيراعي فيها نسبة المرأة والأقباط وذو الهمم. حلو جدا. طيب التجربة دي عامة ازاي أثرت فيكم؟ يعني استفدتوا ايه منها؟ هو احنا التجربة الحقيقة التجربة يعني مش لاقي لها وصف أكتر من هي تجربة ثرية. ثراء التجربة بتستمد من الخبرات اللي احنا بنعرفها والمعلومات الجديدة اللي احنا بنكتسبها في مجال يعني مش كتير من الشباب أو الناس اللي في سننا مهتمة بيه. ازاي تعرف العملية التشريعية ازاي بتتم، ازاي القانون بيبدأ من اقتراح بقانون أو مشروع قانون، ازاي يتدرج داخل بقى مجلس النواب وبعد كده يعدي على مجلس الدوله للنظر في ضبطه تشريعيا. يعني هي تجربه ثريه مش لاقيين لها يعني توصيف اكتر. يعني حتى وانت بتتكلم انا حاسه برلماني قاعد قدامي بيتكلم. وكمان خدنا خبره وخدنا كمان كل واحد بقى يبقى عنده هدف وعنده طموح بعد كده. نفسي يعني في طلع اوريدي فعلا مننا في نماذج حقيقيه موجوده. يعني كان ولاد الشباب يعني عندنا النائبه ايام الطباخ وعندنا النائب محمود السباعي، محمود حسين ده رئيس اللجنه عندنا في مجلس النواب، رئيس لجنه وزاره الشباب والرياضه. فاحنا كمان ليه ما نبقاش يعني طموحين اللي احنا نبقى زي ما في كوادر شبابيه طلعت وكانوا ولاد الوزاره، فليه احنا كمان يعني ما نطلعش بعد كده؟ انت نفسك في ايه؟ يعني التجربه دي اثرت فيكي ازاي ونفسك تعملي ايه؟ واحنا فكرنا يعني كشباب عايزين ناخد خطوه جديده وعايزين يعني يبقى في صوتنا بعد كده مسموع. اقدر لو في عندي مشكله في داخل المجتمع او على الاقل لو داخل المحافظه بتاعتي ازاي اقدر اوصل صوتي، ازاي يبقى فيها احط لها توصيات واحط لها حلول، وازاي المسؤول ده كمان هيسمعنا احنا كشباب. طيب ايوه بصي بره الاجواء بقى الفورمال اللي احنا قاعدين بنتكلم بيها دي كلها، انا عايز اعرف البيت عندك اهلك كده ما قلت لهم مثلا رحت يا ماما ولا انا هترشح في برلمان الشباب؟ بس هم فرحانين جدا. ايوه يعني احكي لي كده عملوا كمان احنا يعني والدعايه الانتخابيه تقريبا احنا يعني فخورين بيكي طبعا اكيد. لو بنت المجلس يعني هو مجلس حقيقي، انتوا يا جماعه دعايه انتخابيه وبنرات وحاجات اونلاين وبرنامج انتخابي فبرموز، فكان مبسوطين جدا وشغل كان حلو جدا وتجربه جديده لينا فكانت حلوه. يعني لا احكي لي شويه يعني اللي هو فخوره بيكي كده وقدام الناس وقدام خالته والحاجات دي وبنتي دخلت يعني والعيال اللي هو ولا تعودوا خلاص اللي هو قشطه بنتي نائبه بقى. ايوه نورتينا جدا يوسف. نورتينا جدا. يعني كل التوفيق ليكم يا رب وان شاء الله توصلوا كده لحلمكم ايا كان هو ايه، تحققوا كل حاجه نفسكم فيها. بشكركم جدا. نورتونا جدا. شكرا. خلصت فقرتنا، نطلع لفاصل بعد الفاصل عيش صح وبعدها انبوكس احلامك اوامر، خليكم معايا. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي فقرات إن بوكس، وجينا لفقرة إن بوكس أحلامك أوامر اللي بتنورنا فيها مفسرة الأحلام صوفيا زادة. صوفيا النهاردة بقى هتكلمنا عن الألعاب في المنام، يا ترى تفسيرها إيه؟ زي ألعاب الكوتشينة، الطاولة، الشطرنج والحاجات دي كلها. بس في البداية نرحب بصوفيا. ازيك يا صوفيا؟ ازيك يا نورة؟ الحمد لله كويس الحمد لله كله بخير. الألعاب كمان ليها تفسير في الحلم؟ اه طبعا. مش احنا بنشوفها لازم يبقى لها تفسير. طيب حلو قوي، نبدا كده في البدايه بالكوتشينا، يا ترى تفسيرها ايه لو حد قاعد بيلعب كوتشينا في الحلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا شوفت ورق الكوتشينا في حد ذاته معناه المخاطره او الدخول على حاجه فيها منافسه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا في مجال عملك او في مجال دراستك وشفت رؤيه زي دي، فاحذر احذر المنازعات
والخصامات والمناوشات مع مين؟ مع اللي انت شفتهم بيلعبوا معاك. اوكي تمام، لان كل واحد فيهم يهمه ان هو ينجح، فدي منافسات. الا ان في شغل بقى بيبقى من تحت لتحت، زي ما بقول لك ايه، لعب بثلاث ورقات. فده معناه مكر ودهاء من اللي حواليك، فاحذر جدا. الا ان الكوتشينه تتشاف تتلعب بين زوجين، زوج وزوجته، معناه ايه؟ حلوه، مش خناقات. لا 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 لا. دي بالعكس، دي محبه، لاني اصلا عايد الخير عليهم هما الاثنين، فهي مفيش منافسه يعني في ماليات او حاجه، فالحاجه الوحيده الكويسه. تمام، بين الاخوات كيد، بين الاصحاب منازعات وخصامات. الاشكال الارقام في الكوتشينه ليها مدلولات طبعا. يا سلام. اللي هي طبعا يعني مثلا ست حامل شافت ورقه بنت، البنت هتجيب بنت بنوته تبشر. طب لو شافت الولد ولد او شايب لا لا مش هتشوفهم. الجوكر ده بالنسبه للراجل ده، خلي بالك ان في واحد ماكر كده وعامل نفسه حلو مع الجميع، الا ان ولسانه حلو، الا انه مكوش على كل حاجه. أوكي. فاحذروا جدا، بني ادم يعني ايه، زي بقول لك العصفوره. طب والشايب اللي الشايب ده يعني ممكن يكون رجل يعني عنده دهاء في حياته من كتر ما هو عارف الدنيا. تمام، فخلاص يعني عنده زي ما بقول لك ايه خلفيات سابقه وخبرات سابقه كتيره. فلو البنت شافت حاجه زي كده، فده اول حاجه لو كانت صغيره يعني 16 ولا حاجه، يميل الى الاب او العم. فانتبهي لو كان حد فيهم ميت، فبيكون يعني لازم بقى الصدقه، لازم الدعاء، لازم كده. بصي، هو طبعا الالعاب في وجه عام كلها غير مستحب، لانها بعد من الله تعالى وفيها فراغ، والفراغ ده اوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت يعني ما تسيبش وقتك فارغ. فمعنى ان انت كده فاضي، حد فاضي بتلعب بتلعب، فالوقت ده اصلا مهدر، وقت للاسف شديد غير مرضي عنه. فحاول ان انت تراجع حساباتك في اي لعبه كانت في حياتك شفتها في المنام. لازم تعيد حساباتك تاني مع الله، وانت قصرت في ايه، وايه الفراغ اللي جالك ده ان يخليك تلعب كمان. اوكي، وخلي بالك برضو اللعب برضو اكتر الرؤى دي بيشوفها الرجال. لان اللعب ده زي ما بيقول لك ايه، يعني شويه بتضحك على البنات، شويه مش عارف ايه كده يعني بيلعب بيها، فينتبه يعني. ينتبه. طيب لو حد بيلعب مثلا على فلوس وكسب او خسر، طيب بيكون معناها ايه؟ بصي، انت كسبت الدنيا لكن خسرت ربنا. اوكي، بصي القمار، القمار طبعا حذر تحذير تام منه. القمار ده يعني للاسف الشديد يندرج تحت الربا وكل والفايز وكل الحاجات اللي بتتاخد من غير يعني تعب. بتتاخد كده يعني مش عنوه، لا بمزاج الواحد، بس ايه، بس عشان تيسير يعني امور تانية. فهي للاسف الشديد انت انتبه لشغلك، لان انت فعلا بتاخد حاجات مش من حقك، رشاوي، ربا، مش عارف ايه. فلازم اللي بيشوف ان هو بيلعب قمار ان هو مخطئ ومخالف لله والقانون. فخليه بقى يراجع حساباته من اول وجديد. طب لو بيلعب وبيخسر احسن. هو كده مصلحه ليه اصلا ان هو يخسر؟ ليه بقى؟ لان انت كده كسبت الله تعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ادالكش. ربنا لما يغضب على عبد يديله الرزق الحرام وكمان يوسع له فيه، فهو يعتقد ان الرزق ده رزق من ربنا. لا يا حبيبي، ده وسع لك، وسع عليك عشان يعني ايه تغرق بقى، عشان ياخدك بقى اخذ عزيز مقتدر. أوكي. لكن لما تخسر يعني فيك امل. يعني ربنا يعني بيقول لك يلا تعالى، انت يعني عملت غلط وخسرت، ارجع بقى. فدي من الرؤى الكويسه ان هو يخسر. طب لو حد شاف ان هو بيلعب بالكوتشينه دي في مكان شغله او في مكان دراسته، في مدرسه، جامعه، ايا كان، بصي هو في بيتبع اسلوب المكر والدهاء في والحيل. والحيل للحصول على مثلا عايزه تنجح، بتتبع اساليب غير محموده او غير صائبه للنجاح. لو بنت، لو راجل طبعا برضو اساليب مش ناجحه، سواء كان في العمل او في الدراسه. فلازم يلتزم، وخيركم من يوعظ في منامه. حلو قوي. طيب صوفيا، ناخد كده بعض الرسائل اللي جات لنا. في حلم بتقول انا متزوجه، حلمت انا وصاحبتي اسمها مها رمينا كيس كبير في قمامه، هي ايد وانا ايد، بس الكيس لونه ابيض بتاع المحلات، والكيس الصغير قلنا محمود اخويا هيرميه. وبعدين انا رحت المحل، بابا بيبيع فيه اساسات منزليه، وبابا اداني مفتاح صغير وقال لي انتبهي للمحل لحد ما ارجع،
وبعدين جم ستات فتحوا باب المحل ودخلوا، قلت لهم لسه ما فتحناش، قالوا هنستنى جوه المحل. وانا طلعت ادور على بابا في السوق بس ما لقيتوش، وبصيت لشنطتي اتاكد ان المفتاح موجود وشفته، وصحيت بتقول لعلما ان بابا عايش وما عندوش محل. طيب بصي، مبدئيا اولا الموضوع انها ترمي الزباله هي وصاحبتها للاسف الشديد هيدخلوا مشروع سوا وهيخسروا فيه، لان اصلا اعزكم الله الزباله في المنام معناها الماليات والحاجات اللي بيستفيد منها الانسان في الدنيا، مش بقى الفائض، لا ده هم هيخسروا هم الاثنين ايد واحده. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع المفتاح يخص البنت، يعني امانه ايا كان نوع الامانه دي، أمانة عرض، أمانة كلمة، أمانة يعني بصي أمانة اعتمدت عليها حتى لو أموال، لأن المحل يعتبر البنت بدل البنت. فالمفتاح معاها إلا أن في تجاوزات في حاجات، لأن دخلوا ستات، دخول الستات في المكان ده فمعنى كده أنها بتطلع أسرارها للآخرين اللي المفروض ما تطلعش، الخصوصية خاصة. فانتبهي، أنت محافظة على نفسك والمفتاح معاكي وكل حاجة، إلا أنك متجاوزة في الحوار مع الآخرون. تمام. طيب أنا متزوجة وعندي أطفال، وحلمي هي بعتت لنا قبل كده بس بتوضح يعني، وحلمي كان إن صديقة أختي اسمها مروة ادتني كيس فيه هدية، وفتحتها لقيت فيها حلق ذهب حلوين لبنوتة صغيرة حجم وسط، وجنبه براش شيك اللي بنحطه على الملابس، وكأني في الحلم جبت بنوتة بس ما شفتهاش، والهدية للبنوتة. والمفروض هي حامل يعني؟ لا، هي بتقول أنا متزوجة وعندي أطفال. طيب أبشري، هو عامة دي توأم، لأن أصلا الحلق الفردتين دول توائم، لكن لو شافت فردة واحدة بيبقى ولد. تمام؟ ده توائم، وشافت كمان البرا فده برضو توأم. براش اوكي. لقيت ده معناه ايه؟ اللي هو بيتحط على اللبس، المجوهرات. بنت برضه، لانها تندرج تحت الزينه، كل ما هو حلو بيزين الدنيا، فهي بنوته ان شاء الله باذن الله ترزق فيها قريبا. بس هما غالبا بنتين على فكره، لان الحلقين ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب انا حلمت ان بنتي وصاحبتها دخلوا المقابر بالليل، وصاحبتها بتوريها مكان العملات، وانا حاولت امنعه او امنعها ما عرفتش، والمقبره كانت شكلها وحش قوي. هو بحث في مكان، يعني بصي بيبحثوا عن ماليات او عن حاجه في الدنيا في غير مكانها. يعني هي فهماني اكتر، فما تحاوليش تدوري في مكان اصلا ميت. اوكي. يعني بصي ممكن تكون هي بتحاول تاخد فلوس من حد، بس الفلوس مش هترجع. ده بني ادم خلاص يعني ماتت، زي ما اقول لك ايه، ضميره مات، مش هتاخدي منه حاجه. تمام. مطلقه وحلمت ان السماء نزلت دخان بعد كده ولعت، بس انا قلت لاهلي ادخلوا بسرعه واقفلوا الباب لان اللي هيبص للسماء هيموت. رؤيه عامه وربنا يسترها. ان شاء الله يعني ما يبقاش فيها شر، يعني كلنا ندعو الله تعالى ان يرفع هذا البلاء يا رب. هي ان شاء الله باذن الله بلاش نفس. طيب. متزوجة 43 سنة، حلمت حلم بيتكرر معايا اني في عربية مع بنتي كبيرة عمرها 23 سنة، ودايما بشوف مكان جوزي غير موجود فيه، والعربية بتمشي لوحدها، وبعدين انا بكمل السواقة وفي نفسي بقول هو فين زوجي وليه هو مش موجود، واحيانا بنتي اللي بتكمل السواقة. بتقولوا اخر حلم ابني هو اللي بيسوق العربية، ارجو تفسيره لاني قلقت كتير لتكراره. مهما كان تفسيره هو الراجل مش هيتواجد خالص معاكو، يا إما بقى اختاري حاجة، يا إما هيموت، يا إما هيتجوز واحدة تانية ويبعد وينفصل عنكو، أو يسافر مكان بعيد خالص، وهيشيلكوا أنتوا المسؤولية سواء كانت أنت أو بنتك أو الولد. السيارة دي حياتكم، اللي المسيرة بقى مرة تبدل مع البنت الماليات، وهيرفع إيده تماما. يعني الله يمد في أيامه يعني ان شاء الله ما يبقاش في حاجه وحشه. طيب شروق بتقول انا حلمت ان ماما بتاخد لا بقيت الحلم مش واضح. صديقتي حلمت ان احنا رحنا المكان، والمكان ده نعرفه، كانت هناك مامة صديقتي وواحده صاحبتنا تانية، وبنت الست دي في حلم لقينا ام صاحبتي دي بتخبز العيش وكان بيتخمر، وكنت انا وصاحبتي قاعدين في الحلم، وبعد كده صاحبتنا واحدة تالتة يعني جت ادتنا العيش ده، وبتقول ان العيش كان حلو وشهي، واكلنا لحد ما شبعنا، مع العلم ان صديقتي بتحلم اننا مع بعض وبنشترك في نفس الشيء.
ابشري هتتجوز من نفس الاسره. العيش اللي بيتخبز ده في امر لسه بيتداولوا فيه على اساس انها ايه تبقى معاهم يعني. فالخبز ده عيش ومعيشه بس لسه بيتخمر يعني لسه الموضوع لسه بيتناقشوا فيه. طيب. خير ان شاء الله. ان شاء الله. متزوجه حلمت مرات اخويا اسمها ولاء بتقول اللي عندها تاشيره هتدخل السعوديه على طول وانا فرحت لان عندي تاشيره بس في الواقع ما عنديش. وجت اختي المتزوجه بتقول لبابا عاوزه فلوس اشتري فستان وبابا مسك فستانها اللي لابساه وقال لها ده ايه يعني انت لابسه فستان. وخدت تليفوني قلت ازاي هصور الكعبه والكاميرا مكسوره وفعلا كاميرا تليفوني مكسوره في الواقع. وجبت واحده انا ما بحبهاش اسمها يمنى اعتقد جابت اكله تقول رز بالثريد وقعدنا انا وماما وبابا وجوزي ناكل معاها بس هي قامت وقالت شبعت. طيب بص يا ستي مبدئيا طبعا هو التاشيره دي بشرة باذن الامر يدخل عليها السرور والسعاده انها راحة السعوديه ففي امر باذن الله وكمان اجابه دعوه هي بتلح فيها بالدعاء. الست اللي دخلت وكانت معاهم دي ده للاسف الشديد يعني هتحصل حاجه غصب عنك هتشاركيها فيها رضيتي ام لم ترضي حته انها تقعد تاكل معاهم في نفس الطبق احذريها. طيب في حلم تاني حته استني بس التليفون المكسور ده شويه الكاميرا. مشاكل مع الزوج حاولي اصلاحها لان الشاشه مقدور عليها تتغير يعني بس البوردي نفسه لو اتكسر ما منوش رجع فهو شويه بس في عندها مشاكل بينها وبين زوجها. طيب في حلم تاني من حد بيقول هو راجل يعني حلمت باتنين من صحابي بيتجوزوا بس كده هو راجل يعني اتنين ولد وبنت لا راجل وست يعني بس الاثنين صحابه بيتجوزوا. والله ممكن يكون حلم نفسي لان هو اصلا عايز لهم الجواز من بعض الا ان يكون ده متجوز ودي متجوزه يبقى في امر استحاله عندك هيحدث في امر فيه استحاله زواج الفردين دول اللي هم متجوزين معناه ان انت بتسعى في امر مش هتحصل عليه. اوكي طيب حلمت ان انا في عربيه انا وجوزي واولادي وجوزي نزل البقاله وفجاه السياره تحركت وقمت نطيت لمكان القياده وسقت السياره وكنت مرتبكه وبسوق وانا مرتبكه ولما بصيت لورا الكرسي الخلفي لقيت جوزي قاعد جنب اولادي وكان بيشجعني على السواقه ووصلت لنهايه الطريق ودست فرامل عشان اوقفها بس العربيه فضلت تزحف لحد ما وقعنا للهاويه واحنا في السياره وكنت اقول اكيد ده حلم وهصحى او يمكن ده مشهد تمثيلي وصحيت واحنا في الهواء جوه السياره يعني ما وقعناش على الارض. طيب قولي لها احتفظي بارائك لنفسك لان ارائها هتوقعهم في مصايب كبيره لان هي قادت السياره وهي غير ماهره في القياده فمعنى كده انها بتقول افكار وبتقول اراء هتوديهم في ده. اوكي فيعني انتبهي شويه الامر شورى بس الواحد يكون عاقل اللي يستشيره تفكر شويه قبل بالظبط كده. طيب حلمت ان انا وجوزي طلعنا اسانسير واتقفل وابننا اتاخر عننا عمره 4 سنوات وكان اسانسير زجاجي وقلت اكيد اخواته هينتبهوا عليه والاسانسير طلع بسرعه قوي لفوق وفجاه طرنا في السماء بشكل افقي بالاسانسير ولقينا نفسنا في دوله ثانيه وكانها الهند وشفت اننا في مطعم هندي وجوزي جه حاسب طلع من محفظته فلوس ورق كتير لونها حمراء قلت له ازاي حطيتها في محفظتك هات اخبيها تقريبا واداني وخبيتها في شنطتي وقلت له ازاي تديني قدام الناس كانوا قاعدين في المطعم شكلهم هنود وبيتفرجوا علينا واخر الحلم رجعنا بلدنا وبيتنا. طيب كويس انك رجعتي. اولا الصعود بالاسانسير بالطريقه دي الافقيه دي افقيه ولا علويه؟ هي بتقول افقيه افقيه ده سفر فعلا بس سفر غير يعني مش عاملين له حسابات هيجي كده يعني مش 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 حاسباله يعني وبعدين هم ليهم هم الاثنين فقط من غير عيالهم السفر ده ويخص عمل اوكي وهتعجب من الرزق اللي هيجي لهم في من الدوله اللي رايحينها دي يعني الدوله دي فقيره الا ان الرزق اللي هيجي كتير جدا تمام فهو ده العجب لان هند ظهور هند او بلد الهند فيها تعجب تمام فبشرى كويس ان انت رجعت البيت يعني كويس.
طيب، حلمت ان انا وجوزي رحنا مع اخته وجوزها عشان يفرجونا على شقتهم الجديده، وطلعنا السلم وكانت السلمه الواحده مرتفعه جدا، ولما وصلنا الشقه ودخلناها كانت مظلمه ولسه مش مفروشه، وكان فيها ورق جدران على حائطها بس كان متقشر، وجيت ابص لبنتها روان لفتها اصغر من حجمها، لقيتها اصغر من حجمها في الواقع هي عندها 15 سنه. بصي، في خطوه عايزه تعملها في حياتها تغييريه، ما انصحش بيها، لاني طالما شافت الظلام، الظلام ده ظلم، ظلم يقع عليها ومنها، لان هي داخله الشقه، تمام، هي صاحبه القرار او الفكره، فهو ظلم وهتلاقي ظلم يقع عليها، فبلاش الخطوه دي نهائي. والورق ده اصلا كمان في المنام احنا ذكرنا قبل كده ورق الحائط، ان يعني حاجه مش محموده، يعني مش كويسه، يعني لسه حاجات المفترض تصبري عليها لحد ما تيجي بعدلها، لكن هي متعجله، والسلمه العاليه دي معناها صعوبه في الحصول على الامر ده، كل حاجه بالراحه بالهداوه كده. طيب، حلمت قبل 3 سنين في رمضان، كان ليله 22 او 23، ان بسمع الناس بتقول ليله القدر، وقمت فتحت الشباك وشفت السماء مليانه نجوم بتلمع والناس كلها بره بتتفرج، وقمت طلعت لبره وفجاه بشوف نفسي مش لابسه حاجه من فوق، وجوزي قام لبسني تي شيرت بتاعه، ونزل مطر خفيف بس ما كنتش شايفه حد بيبص لي. طيب ابشري، هو طبعا كان في واحد راح، كانت واحده راحت للامام نسرين قالت له ان انا رايت رجلا عاريا يطوف حول الكعبه. قال لها بشريه ان هو تعرى من كل ذنوبه، كلها راحت. فمعنى انها تشوف ليله القدر وهي عاريه والمطر ينزل ومحدش بيبص عليها، ابشري باستجابه دعوه، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها ستره جديده، ستره يعني مال جوزها اللي لبسه لها، فده مال جديد، وطبعا نزول المطر في الحاله دي ارزاق ليس لها حدود، وكمان ليله القدر استجابه دعوه. حلوة، ما شاء الله، رؤيه حلوه قوي ما شاء الله. طيب صوفيا، لسه نكمل كلامنا معاكي، هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل انبوكس احلامك اوامر، خليكم معايا. ورجعنا لكم من جديد، ولسه مكملين معاكم انبوكس احلامك اوامر، ولسه بنتكلم مع صوفيا عن رؤيه الالعاب بشكل عام في المنام، يا ترى تفسيرها ايه؟ احنا قبل الفاصل اتكلمنا عن الكوتشينه وكل الحاجات اللي بتتعلق بيها، دلوقتي بقى لو هنتكلم عن الشطرنج، الشطرنج معناه ايه في الحاله؟ طيب بصي، الشطرنج ده طبعا لعبه الاذكياء، تمام؟ فكون ان انت تشوفي اللي هي الرقعه بتاعت الشطرنج دي، دي معناها ايه؟ ان انت نازله مثلا عمل، او نازله حاجه، خطوه هتحصل في حياتك جديده، واجب عليكي ان انت تدرسيها دراسه، يعني دراسه دقيقه، عشان تعرفي تواجهي الاشخاص اللي قدامك. وعلى حسب الشخص اللي بيلعب معاكي، الشخص اللي بيلعب معاكي ده خلي بالك، كل من تريه في المنام يلعب معاكي شطرنج فهو عدو، ايا كان هو مين، ايا كان. طب لو جوزي عدوي برضو انت لازم تحرجينا. لا لا، طب لو بلعب مع امي او ابويا لا 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 لا، ما بتجيش مع الام والاب، لان الام والاب اهم حاجه عندهم انت، ما تجيش مع الام والاب، تيجي مع صديق، ممكن واحده انت بتحبيها وشفتيها بتلعب شطرنج معاكي، فخلي بالك دي ما فيش محبه بقى، ده كده في منافسه، ومنافسه غير محموده كمان. أوكي. لان في حصار وفي مكر وفي دهاء وفي لفه وفي مش حاجات كتير. طب بتفرق لو انا واخده اللي هي الحاجات البيضة او السودة ولا ما بتفرقش؟ بصي، هو طبعا كل ما هو ابيض بيميل الى سريرة البني ادم، وكل ما هو اسود يميل الى سريرته برضه، يعني خلي بالك، ولو انت بتلعبي بالابيض يعني انت احسن منها شويه، تمام، والعكس. اوكي، يعني او انت اكثر دهاء منها، الاسود برضه مش محمود في المنام. بصي، شفتي بقى ان انت مثلا كسبتي، او انت عامه لو شفت الوزير ده معناه ان في صديق بيساندك في حياتك، في حياتك العمليه دي، في وزير، في حد بيساندك. شفتي ان الملك وقع، الملك ده للاسف الشديد ده يعود على الرائي، يبقى انت كده، انت خلاص كده، انت قضي عليك، لان موضوع ان انت تخسر
في لعبه فيها تنافس فهي مش مستحبه. اوكي. فسيئة جدا. طب وبقيه الحاجات اللي هي الحصان والطابيه والعساكر؟ طول ما انت بتلعبي، طول ما انت بتلعبي لسه الجوله شغاله. تمام؟ شفتي ان انت اقدمتي على الخسران ورحتي صاحيه من النوم، فخلي بالك بقى لازم تعيدي حساباتك من الاول، لان ربنا ايقظك قبل ما تحصل الخساره. يعني انت في ايدك تصلح. حلو. لو كسبتي معناه ان انا ذكيه. ذكيه بس في شويه دهاء بقى. في دهاء وهو غير مستحب. قلت لك الالعاب كلها في المنام معناها خصومه ومنازعات وحروب وحاجات كده من تحت لتحت بتتعمل وفيها مكر ودهاء. فكل الالعاب على حده، بس احنا بنفسرها واحده واحده عشان الناس تفهم اكتر يعني. تمام. طيب الطاوله. الطاوله معناها ايه؟ بعد 28 يوم تحصل مصيبه. ايه ده؟ في ايه؟ لان هي 28 بتاع يعني وشاط. وشاط. اوكي. ف يعني في خلال 30 تبقى في كارثه تحصل. فرؤيه الطاوله اصلا في المنام مش حلو. لازم تطلع صدقه. خدت بالك؟ لازم. اساسي. وبعد كده خلي بالك ان الطاوله بتبقى برضو بتندرج تحت الاتفاقات اللي فيها مكر ودهاء، لانها اصلا الطاوله ترابيزه. لما تيجي تبص لها الناحيه الثانيه طاوله. فهي الترابيزه اللي هي بتحصل فيها الاتفاقات، بس للاسف الشديد اتفاقات مش نظيفه. طب الزهر نفسه ده تفسيره النرد ايه؟ النرد او الزهر ده طبعا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو للاسف الشديد برضو على حسب الرقم اللي شفتيه الاصدقاء اللي حواليك. يعني شفتي رقم واحد. خلي بالك من انت مثلا بتعتز بحد او برضو اول حاجه بنبص عليها الزوج يعني. رقم واحد. رقم اتنين برضو انتبهي لموضوع عايزه اقول على حاجه مهمه. شراء الضمنه، شراء الشطرنج، الاتنين معناها زواج الرجل من امراه اخرى. يعني لو الست شافت الرؤية دي في المنام معناها الراجل جوزك بيتجوز عليك. جوزك بيتجوز عليك. مبروك. بصي، وبعدين حتة ان انت تشوفي النقط السوداء. النقط السوداء مثلا شفتي ثلاثة ثلاثة كده مثلا ستة، ده تمام اللي هي الدومينو دي. معناها ايه؟ معناها ان انت تنتبهي على الرقم ستة ده، ارميها على افضل احوالها. يعني ايه؟ يعني مثلا بعد ست ايام المفترض هو الرقم حلو للمراه، ثلاثة وثلاثة يعني في بشرطين جايالك، بس انت بوظتيهم بايه؟ بدهائك ومكرك، خربت الدنيا. طب لو ستة وستة؟ الستات برضه الست ست ستة وستة يعني ستين. فيها يعني زواجها من اتنين. والزهر لما يبقى فيه ستة يبقى فيه ست جديدة. إيه ده؟ ما انا بقول لك اصلا دي كوارث، الالعاب دي كوارث، واللي بيحلمها قليل مش كتير. واللي بيحلمها اللي بعيد قوي من ربنا يا القريب قوي من ربنا. يعني الوسطيه دول ما بيحلموهاش. اوكي. خدت بالك؟ لانها برضو الارقام ليها حاجات روحانيه. يعني انت مثلا لو جات لك مثلا، انا عن نفسي لو جالي حلم فيه ارقام مثلا دومنه او زهره او الزهره، لازم اروح ابحث في الصوره رقم ستة مثلا. مثلا ستة واتنين. يبقى رقم ستة الصوره، الايه رقم اتنين، اشوف ايه الرساله اللي وصلاني. اوكي. مثلا لقيتيها أربعة وأربعة، الايه الصوره رقم أربعة، الايه رقم أربعة. على حسب الزهر، دول زهرتين في الطاوله، فتشوف الرقمين. طب الدومينو او الدومنا او ايا كان المسمى تفسيرها ايه؟ الدومنا، وانا قلت لك الدومنا دي فقدان العزيز لو لقيتيها مش كامله. فقدان عزيز. لو لقيتيها كامله بلعب وفي مكسب وخساره، دنيا بتعفري فيها. بتعفري فيها، بس ايه برضو المعافره دي مش يعني مش في رضا الله تعالى. في بيبقى مش عارفه اسمه قشاط ولا كارت اللي هو من غير خالص، اللي هو من غير ارقام. ممسوح. فقد عزيز. اوكي. فقد عزيز. طب لو خانه فاضيه وخانة لم ينقضي. خانه فاضيه وخانه فيها رقم. خد الرقم بقى. خد الرقم. شفتيه مثلا الخانه واحد، رقم واحد، فهي عزله وامر فيه صعوبه ووحدانيه وفي بعد وفي سفر. يعني بص، احنا انا بفسر لهم على احسن الاحوال. الا ان لو قلت الكلام الثاني هيزعلوا جدا. طب جه في بالي دلوقتي بنك الحظ والحاجات دي ليها مكان في تفسير الاحلام ولا لا؟ طبعا هو كل ما بيتلعب بيه فلوس وماليات
يندرج تحت الحرمانية والربا والرشاوي وكلها مغاضبة لله. فيعني انت مش طبعا انت بتلعب. بصي كلمة لعب اقترنت بمال يعني رهان، انا هلعب على ده مثلا رهان على حاجة، اعرف ان الحاجة دي غير محمودة ورهانك عليها اصلا حتى لو كسبت في منامك فهو خسران لله تعالى. فالألعاب مش مستحبة. طيب يا صوفي نكمل الرسائل. ملك بتقول حلمت ان في نسر او صقر واقف على ايدي وكان لونه رمادي وكان بقه يشبه بق العصفور وكان لونه موف، وبعد كده ده نسر لونه موف؟ نسر او صقر، وبعد كده لقيتني ولدت بنت جميله وكانت الولاده سهله جدا وبدون الم، بس البنت هي انسه اصلا. طب ايه امال ايه؟ بس البنت كانت عماله تجري مني وانا امسكها وكل ما امسكها تجري لغايه ما مسكتها وما خليتهاش تجري، وكانت لابسه فستان ابيض في احمر وطاقيه حمراء ووجهها شبه العرايس اللعبه. هم دول واضح ان هم حلمين في بعض. الحلم الاولاني بتاع النسر اللي منقاره صغير، هو ده راجل ذو مكانه وذو وضع اجتماعي، الا انه متهاون معاها ويعني وبيتعامل معاها بحنيه كده. وهي ماسكاه على ايدها يعني. اوكي. فحد كويس يعني، حد على خير يجعله من نصيبك. البنت بقى دي دنيا. هي بتحاول بس هو على فكره مش هتعرف تمسكه. يعني هو على ايدها. بس هي قالت مسكت البنت في الاخر. مسكتها في الاخر؟ طيب بس هتتعب قوي مع النسر بقى. هتتعب قوي مع النسر ده عبال ما تجيبه، لانها تمسكه ويجري من البنت تمسكها وتجري منها، فشويه هيتعبها لغايه لما يرتبطوا يعني. طيب حلمت اني بوقع بقلم حبر ازرق على ورقه وكتبت جنب توقيع يسرى، وبعدين او بعد ما وقعت سلمت الورقه وقلت لا ده مش توقيعي المتعارف عليه، يعني ليه وقعت كده وليه كتبت اسم يسرى بس ما كنتش فاكره ايه اللي في الورقه. للاسف الشديد اجبار على امر هي مش حباه. التوقيع ده يندرج تحت ايه؟ زواجه هي مش راضيه عنها، او عمل هي مخنوقه من العمل فيه. المهم ده مش توقيعي يعني، ده مش انا اللي اقعد في المكان ده او اتجوز الشخص ده. فهو طبعا استنكار لوضع. وبس يسرى دي يعني امور ميسره، بعدين يعني هتخلصي من الحاجه دي. حلو. ده لو مش اسمها. ما اعتقد ان هو مش اسمها. لكن لو اسمها طلعي صدقه عشان تخلصي من الهم ده. طيب حلمت بصاحبتي اللي مخصماها قاعده على حافه بلكونه جيراننا، بس قاعده عكس يعني مديانه ظهرها، وجت جارتي اسمها احلام متسرحه وسالتها اختي مين سرحك؟ قالت لها صاحبتي اللي مخصماها. وكانت صاحبتي بتسمع حديثهم ولفت عشان تكلم اختي وبتشرح لها طريقه التسريح، وانا قمت استخبيت في الغرفه عشان ما تشوفنيش. هي بتحبها قوي، عايزه تصالحها، وهي عازز عليها بعدها. وعايزه تصالحها والتسريح ومش عارف ايه والكلام. بصي كلام ملوش اي لازمه تافه يعني بين النساء. الا انهم هيرجعوا باذن الله. طيب حلمت اني مع امي وابن خالتي راكبين طياره كبيره بيضه وطارت بينا فوق محافظتنا، وبعد كده طلعنا فوق سطح القمر ونزلنا مشينا عليه، وكنت خايفة أقع، وبعدين قعدت على كرسي ومشيت عليه عادي وصحيت على أذان الفجر. أبشري هتتجوزي ابن خالتك. أوكي. طلعوا القمر سوا. طلعوا القمر. بصي المشي على القمر ده طبعا دي حاجة خاصة مش كل الناس بتشوفها. يعني خاصية الناس مشي على القمر، وصول لهدف أنت مش متوقعة يعني. وصلت وطلعت على القمر ومعاها امها ومع يعني حاجه، مثلا الشخص ده كريم زياده عن اللزوم، هيكرمها ويكرم امها كمان. فحد كويس يعني اتجوزيه توكل على الله. حلمت ان انا ماسكه فرخه وعمتي بدل ما تذبحها لي من رقبتها ذبحتها من ورا وانا عزباء. وفي عندها حلم تاني بس نفسر ده. حلم وحش طبعا جدا جدا. كل ما هو مثلا نوع من الحيوانات مثلا حمار يتركب بالشقلوب مش كويس. حمامه او فرخه تتذبح من مكان تاني غير رقبتها مش كويس. مخالفه، مخالفه لدين الله، مخالفه لشرع الله، مخالفه لقانون. هي بتعمل حاجه غلط. خالتها دي بتعمل حاجه غلط، وهي للاسف الشديد هتتجاب رجلها فيها. انتبهي، احذريها، وربنا يسترها يا رب. طيب حلمها التاني بتقول لاختي ثالثه ثانوي
حلمت بنفس عمتي ان عمتي قابلتها في الشارع وسلمت عليها، وعمتي وهي بتبوسها فخدها نقلت شوك كان ازرق كان لازق في خدها على خد اختي. اختي بتقول لها ايه ده وجعتيني، وعمتي قعدت تضحك بس وما تكلمتش خالص. بصي العمه دي عندها بنت، البنت دي سيرتها مش كويسه. للاسف الشديد هي بما انها قريبتها فهتاخد الاذى، لان الوجه ده مرآة كل ما هو مخفي، عرفتي؟ والشوك والشوك اللي في الوجه ده كلام يقال على الشخص، فنقلتها ليها فللاسف الشديد حينالها من الاذى جانب. اوكي صدقي لدفع الضرر، الله طيب. اعلم. حلمت بواحد على هيئه شيخ بس ملابسه مش نظيفه، ضرب بايده الحيطه وقسمها نصين وقال زعجني ليه؟ مش فاهمه يعني. بصي كل ما هو مش واقعي تمام، وكمان ملابسه مش نظيفه، فانتبهي من الناس اللي هي بتدعي التقوى والايمان وعاملين نفسهم اصحاب مبادئ وقيم الا انهم من جوه اشخاص تانية. خليكي يعني بصي زي ما بيقول لك ايه، البني ادم يعني اللي هو على صله بالله تعالى يرى بنور قلبه، يعني بصيرته بتبقى اعلى. خليكي منتبهه، ما تبقيش عفويه مع الناس واي حاجه يعني تخليكي تنبهي ده شيخ مش عارف ايه ولابس متوسخ. طب ازاي تيجي ازاي؟ طيب في حلم، يعني هو واضح انه اللهجه مش مصري بس انا هحاول اقول اللي فهمته. يعني بتقول انا حلمت انه بنتي عليها سحر وعليها يعني، وانا بحاول امسحه بس هي عايزه تحطه عليا، وانا بسك ايده وما عرفتش تحطه عليا. هي في مشاكل بينها وبين بنتها، وللاسف الشديد اصلا في حد دخيل وسطهم، لان السحر ده حد بيفرق. تمام، في حد وسطهم داخل وبينقل كلام على لسان البنت وينقل كلام على لسان الام، وللاسف عامل وقيعه بينهم. فطلعوا اللي بينكم ده، الشخص اللي بينكم ده، وعشان الامور ترجع. يعني ده ناموس الكون ان البنت وامها يبقوا بيحبوا بعض، لكن ان هم يبقى في كده او هي عايزه ترمي عليك الاذى، فده الدخيل، بني ادم دخيل، والله اعلم. طيب هي برضو بتقول انا حلمت ان الدنيا بتمطر جامد قوي واولادي عايزين يخرجوا وانا بحاول امنعهم وبعيط كتير، وفي طفل بيقول لي سبيهم وبيقول لهم حرام عليكم الطفل ده، حرام عليكم، وبتقول الطفل ده ابن بنتي. ابن بنتها؟ يا ريت كانت هتكتب اسمه. بص يا ستي، هو طبعا ده عيل وآراؤه، يعني هي معنى كده انها بتاخد اراء اشخاص ليس على قوامه، يعني بتاخد اراء اشخاص، فهي حبسه العيال من المطره، ده الصح. ان العيال مثلا ما تتاذيش من حاجه، فهي الولد بيقول طلعوهم. ده حد، خلي بالك في حياتك انسان ليس على قوامه ان انت تساليه او تاخدي رايه، لانه مش شرط يكون عيل. هو كبير بس عيل، دماغه مش موزونه يعني، فحاولي ان انت دماغك كويسه، انت ما تخليش حد يمشي افكاره عليكي، والله اعلم. طيب ايمي بتقول انا حلمت ان معايا عصفور حلو جدا، راسه لونها اخضر وباقي جسمه لونه اصفر، وانا ماسكاه بايدي قوي وهو عايز يطير، فبلعت راسه الاول وبعدها بلعت باقي جسمه، وبعدها اتوضيت في الحلم وصليت الفجر مع العلم اني طالبه جامعيه وعزباء. طيب هو مبدئيا طبعا هتتعرف على حد، الحد ده مريض لونه اصفر، مريض راسه خضراء، يعني انسان تقي وصالح، الا انه مصاب بامراض كتيره جدا. البلع في الحاجه دي في الحاله دي معناها خلاص خسران هذا الشخص، هي مسكت فيه قوي، ما تمسكش في الحاجه قوي، يعني اخلي الحاجه في ايدك ما تخليهاش في قلبك، وما تشبطش في الحاجه قوي، يعني اطلق صراخه، لو ليك هيرجع لك، صح ولا لا؟ بس طيب. فهي للاسف الشديد شطانه في حد ما يستاهلش يعني. يا صوفيا نورتينا، حبيبه قلبي، معاكي النهارده، انا سعيده معاكي، ان شاء الله نشوفك على خير الاسبوع الجاي. شكرا. خلصت حلقتنا من انبوكس احلامك اوامر، ونشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. باي باي.